البيوت، وان خراب البيوت ده حاجه مش حلوه ابدا 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 ابدا. بس انا بطلب من الميديا وبطلب من الناس وبطلب من الجمهور وبطلب اي حاجه، ان بلاش التحامل على الفنان لمجرد انه فنان. بلاش التحامل على الفنان لمجرد انه فنان، ده مش دفاعا عن احمد سعد. متجاهلا ازمه طلاقه، احمد سعد يروج لحفله بالكويت. نجم الموسم أحمد سعد يتجاهل منشور طليقته ضده. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير، عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. متجاهلا أزمة طلاقه، أحمد سعد يروج لحفله بالكويت. كشفت مصممة الأزياء عالية بسيوني عن تطورات جديدة في أزمة طلاقها من الفنان أحمد سعد، حيث أكدت في تصريحات إعلامية أن الطلاق حدث رسميا منذ يومين، وذلك قبل كتابتها المنشور عبر إنستغرام. وقالت عليا: الطلاق حدث منذ يومين فقط، وإجراءات الطلاق تمت رسميا لدى المأذون، وأحمد الله أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، وعن حقيقة تدخل بعض الأصدقاء لحل الأزمة بينها. وقالت: مش حابة أتكلم في الموضوع ده، خلاص اللي حصل حصل، ودي أمور شخصية، والطلاق ما حدثش بسبب خيانة أو أي شيء من هذا القبيل، دي أمور شخصية ومش حابة أتكلم فيها نهائي. وأضافت: وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ما كنتش حابة أنه ينتهي، شكرا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام، وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات، وربنا معاينا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت. نجم الموسم أحمد سعد يتجاهل منشور طليقته ضده. تجاهل الفنان أحمد سعد بوست طليقته علياء بسيوني عن أزمة انفصالهم، ونشر عبر خاصية ستوري عبر الإنستغرام بوست تألقه هذا الصيف وحصد لقب نجم الموسم. تصدر الفنان أحمد سعد وطليقته ترند السوشيال ميديا بعد خبر طلاق علياء البسيوني من الفنان أحمد سعد. وتداول مستخدمو الفيسبوك صورا عديدة تجمع بينهما، وقد ذكرت علياء أن طلاق أحمد سعد لها دون أن يراعي الظروف الصحية لابنته الرضيعة، وعبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام نشر سعد البوستر الدعائي للحفل، وعلق قائلا: جمهور الكويت الغالي، متحمس جدا للحفلة، ومستنيكو يوم الجمعة 22 سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الأرينا. وأحمد سعد أصبح يمتلك شهرة ونجومية كبيرة وكما كبيرا من المعجبات، وهذا اختبار حقيقي من ربنا. معلقة: لو في حياتك واحدة ست أوعى لما تعلى وتكبر تديها كتف عشان ربنا مش هيكرمه. أحمد سعد يواصل تجاهل أزمة طلاقه بهذه الطريقة. يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء أول حفل غنائي له بعد أزمة طلاق زوجته التي كانت حديث الساعة الأيام الماضية، والتي ستقام بالكويت 22 من سبتمبر المقبل. وأكدت عليا أن قرار الطلاق نابع من أحمد وليس برغبتها، وأنه السبب في هدم أسرته. علياء بسيوني ليست الأولى في حياة أحمد سعد، فهي الرابعة. في أول تفاعل له على مواقع التواصل الاجتماعي، واصل الفنان أحمد سعد تجاهل أزمة طلاقه من علياء بسيوني، ونشر البوستر الدعائي الخاص بحفل الكويت. رضوى الشربيني تكشف السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني. عمر سعد يتدخل في أزمة شقيقه أحمد سعد وطليقته الرابعة علياء بسيوني، ماذا طلب منها؟ تفاصيل. تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمطرب أحمد سعد وعلياء بسيوني، وقالت: هناك علاقة صداقة قوية تجمعني بعلياء البسيوني منذ 7 سنوات، بالإضافة للفنان أحمد سعد الذي تجمعها به علاقة جيدة، مشيرة إلى أنها كانت شاهد عيان على زواجهما، كما عاصرت معهما مشكلات كثيرة.
وكانت علياء تستشيرها في العديد من الأمور وكيفية حلها، مشددة إلى أن الكثير من الجمهور أطلقوا عليها لقب وش السعد. في هذا السياق كشف أحد المقربين من الفنان أحمد سعد عن تفاصيل جديدة بشأن عودة الثنائي وحل الأزمة بعد إعلان الطلاق رسمياً. عمرو سعد يتدخل في أزمة شقيقه أحمد سعد وطليقته الرابعة علياء بسيوني، ماذا طلب منها؟ تفاصيل. أثار الفنان أحمد سعد جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان طليقته الرابعة مصممة الأزياء علياء البسيوني انفصالها رسمياً بشكل مفاجئ بعد زواج استمر عامين نتج عنه إنجاب طفلتين. وأكدت المصادر أن عمرو سعد طلب من طليقة شقيقه حذف هذا المنشور الذي نشرته على حسابها الشخصي بإنستغرام لما يحتوي من إساءة لشقيقه، وطالبها بعدم كتابة مثل هذه الأشياء بسبب انتهاء العلاقة بينهما بشكل رسمي. وقالت بسمة ببرنامج 90 دقيقة بخصوص منشور علياء التي أعلنت فيه انفصالها عن زوجها أحمد سعد، هو منشور قاسي جدا، واضح جدا انه هي محرو او موجوعة جدا، الست ما تعملش كده الا لما حد يولع في حتى من قلبها او جسمها، المنشور اتشال ودي بشرة خير، لانه احنا نتمنى انه زوجين يبقوا على وفاق، لانه خراب البيت مش سهل، وعشان عندهم بنتين. اعلنت علياء بسيوني انفصالها عن المطرب احمد سعد عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع انستجرام قائلة: ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت. وكتبت علياء بسيوني: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد بناء على رغبته، حب أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه سيء، وحب أقول له شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا. وتابعت: شكرا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول، الساحل وخروجات وبعدها شغلك، أكبر شكري على المقلب اللي أخدته في العلاقة دي. كشفت علياء بسيوني مصممة الأزياء عن طلاقها من الفنان أحمد سعد بشكل مفاجئ بعدما تخلى عنها وعن بناتها في ستوري لها عبر إنستغرام. وفيما يلي أبرز الصور ولقطات وأحداث حياة علياء بسيوني وأحمد سعد بعدما أنجب بنتين. وكان أحمد تزوج 3 مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالاً وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب انفصال أحمد سعد وزوجته؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.